السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني في الله، سعد الله أوقاتكم. تكلمنا في الدرس الماضي عن كيفية فتح حساب في موقع ودكنيس، زيادة عن ذلك طريقة تفعيل الحساب عن طريق الرسائل النصية. الآن بإذن الله سوف نتطرق إلى أهم شيء، وهو طريقة وضع منتجاتك داخل الموقع، داخل موقع ودكنيس، أو بالأحرى طريقة وضع أو بيع سيارتك في موقع ودكنيس. سوف نتطرق إن شاء الله إلى هذا الشرح، وستكون الانطلاقة من هنا إن شاء الله. أول شيء راح أقوم أضغط هنا، مجرد أنك تضغط راح تخرج لك هذه النافذة، تقوم بالضغط هنا. هنا تخرج لك هذه القائمة تحمل عروض كثيرة. هنا العروض الخاصة بالعقارات على ما أظن، هنا الانفورماتيك أو إعلام، يعني مثل البروسيسور لارام إلى غيرها، هنا إلكترونيك وغيرها. أهم شيء في هذا كله يهمنا هو الطوموبيل أو السيارات. نقوم بالضغط هنا كما تشاهدون، بعد ذلك نضغط هنا ونختار موديل السيارة التي نود بيعها. مثال، أريد أن أختار سيارة أودي، نضغط هنا راح تخرج لك هذه الموديل الخاص بالسيارات. أنا سوف أختار هذه السيارة لأضع معلومات خاصة بها. مثال، أنا عندي هذه نوع من السيارة أود بيعها، أقوم باختيارها. راح تخرج لك هذه القائمة، هنا لاني الخاص بالسيارة، مثال لون 2014 13 إلى غير ذلك، في حال إذا كانت أقل من هذه الأعوام راح تضغط على أوتر أو أخرى وتقوم بوضع معلومات خاصة. أنا راح أضعها مثال 2015، بعد ذلك أختار مثال هذه السيارة. طيب، لا هذه العبارة لا أعرف ماذا تقصد، لأنني ليس لدي خبرة أساسا في مجال السيارات، والإخوة الذين يمتلكون لديهم خبرة في هذا المجال يعرفون ماذا يقصدون بفيرسيو فينيسيو. أعرف. هنا ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي الطاقة الخاصة بالسيارة، إذا كانت إيسونس أم ديازيل أم جي أو غاز. أنا أختار تكون مثال السيارة هذه التي ملكي تكون مثال ديازيل. أضغط على ديازيل، هنا تخرج لك نوع المحرك، نختار كذلك تي دي أو أهل الاختصاص يعرفون هذه المعلومات كثيرا. طيب، هنا نختار مانيال أو أوتوماتيك على حسب سيارتك. هنا الخصائص الموجودة بالسيارة أوبسيو أو الحركات، أو مثال لا ديريكتيو أسيستي، نضغط هنا إذا كانت لديها خاصية الأودو أوتو، راديو سي دي كذلك، فيتاس إلكتريك كذلك، تختار على حسب السيارة الموجود عندك. هنا لون السيارة، وأنا راح أجعل اللون أحمر لأنني قمت بوضع صور للسيارة مسبقا لأقوم الشرح عليها باللون الأحمر. روج كما تشاهدون، هنا الكيلومتراج الخاص بالسيارة، مثال السيارة تمشيت عندي مثال 150 ألف كيلو هكذا. هنا مثال لكارت غريس تكون صافية فيهاش مشاكل، تكتب تضغط وتختار هنا البري. فرضا إذا أردنا أن نكتب 150 مليون بهذه السيارة، مجرد نكتب 150 هنا يعطينا قيمة أو سومة 150 مليون كما تشاهدون. إذا وضعنا هذه القيمة هنا 15 مليون صوتي، جعلها 150. هنا أمور خاصة بالسيارة، معناها تتفاوض، تريد المبلغ بدون تفاوض، وكلها أمور خاصة بطريقة بيعك للسيارة. هنا
تضع معلومات خاصة بالسيارة إذا كانت موجودة لديك تضعها. إذا أردت أن تضيفها تضيفها هنا. هنا المعلومات الخاصة بك وهي ضرورية جدا لكي يستطيع الشخص لكي تستطيع أنت بيع سيارتك بدون أي مشاكل. هنا الولاية، مثال أنا راح أختار ولاية الجزائر، العاصمة هنا، المكان أو القرية أو الدائرة، أو مثال أضع عين بنيان مثال. هنا التليفون ضروري لكي يستطيع الشخص بالاتصال بك. هنا مثال أضع رقم الهاتف مثال. مثال هكذا. هنا الإيميل إذا كان موجود قم بوضعه، ومن الأحسن أن تضعه لكي يستطيع الشخص الاتصال بك. هنا مكان الإعلان الخاص بالسيارة بتاعك، كم تريد أن يبقى؟ 3 أشهر، شهر، أنت حر فيه. ننتقل إلى الطريقة الثانية، سويفو، نضغط على سويفو وننتظر. هنا ننتقل إلى خاصية وضع صور السيارة، راح نضغط هنا بالطبع هكذا. وهذه الصور التي قمت بتجهيزها مسبقا، راح أضغط على الصورة الأولى هكذا هكذا، ثم الصورة الثانية، ثم الثالثة. تقوم بوضع الصور بهذه الطريقة. هنا إذا أردت أن تغير في الصورة أو تكتب على السيارة أو تقوم بتغيير الصورة الخاصة بالسيارة، تضغط ضغطتين، راح تنبثق هنا السيارة. إذا كانت مثل تريد أن تعكسها تضغط هكذا، تريد أن تتركها كما كانت. هنا تريد مثال الكتابة عليها، تقوم بوضع هكذا، ثم أجوتي للتكست. هنا إذا أردت أن تكتب على السيارة إلى هنا. هنا في حال إنك قمت بكل هذه المعلومات وهي تكون يعني صحيحة بدون خطأ، ما عليك الآن إلا أن تضغط على ترميني، وبالتالي تستطيع وضع سيارتك في موقع واتكنيس. أنا لا، هذا مجرد معناها مجرد التجربة، لا أقوم بوضع السيارة فعلا في موقع واتكنيس، ولكن أريد أن وأردت أن تكون تجربة وأشرح طريقة وضع سيارة داخل واتكنيس. إلى مجرد أنك تضغط على تيرميني تكون سيارتك في واتكنيس. أكتفي بهذا القدر، وأتمنى أن أكون وفقت في الشرح. في أمان الله وحفظه، وشكرا، وإلى الملتقى إن شاء الله.